كانزي كانت معايا في الجامعه بس احنا عمرنا ما كنا نعرف بعض في الجامعه خالص. بعد الجامعه وبعد ما انا مثلت وانا كنت عارف شكلها من الجامعه بس ما اعرفهاش شخصيا وعارف اسمها بس ما اعرفهاش. وبعد ما تخرجت واشتغلت ممثل وكده واحده صديقه ليا جدا اسمها داليا الناظر كلمتني في التليفون قالت لي بجد فيلم زي النهارده ده انا بموت فيه وبحبه جدا ومعايا واحده صاحبتي نفسها تقول لك انها بتحبه مش عارف ايه وبتاع. فلقيت واحده بتقول لي انا اسمي كنزي وبحب تمثيلك جدا وبشجعك وانا عارف ان انت كنت معانا في الجامعه بجد يعني بالتوفيق. قلت لها متشكر جدا وبتاع وخلاص والايام راحت وجت معجبه يعني كانت لا كانت بتقول لي انا معجبه بالتمثيل يعني حقيقي معجبه يعني بتشجع يعني. لان احنا برضو عندنا لما تبقي عارفه حد معاكي في الجامعه طبعا كان معايا طبعا حاجه بتحبه احنا بنحب نشجع بعض دايما في اي حاجه. بعديها بكذا سنه واحده ثانيه كذا سنه كذا سنه واحده ثانيه صاحبتي اسمها داليا برضو بس داليا طولان مش داليا نازل كنا خارجين مع بعض وبنتقابل بقى لنا كتير ما شفناش بعض في جامعه كده. فكنزي جت فتعرفت عليها ازيك عامله ايه بتاع من هنا ابتدى يبقى في حاجه. وده بعد مثلا الجامعه مثلا بست سبع سنين او حاجه كده. ف وسبحان الله الموضوع مشي بشكل اكن يعني اكنها كانت اكننا كنا نعرف بعض من ساعتها الحقيقه. وده ما اعرفش حاجة اكيد عارفه لان الحاجات دي فيها خبره حياتيه. الانسان بيحس ساعات ان هو ده الصح. صحيح لما بتبقى الحاجه اللي انت مرتاح لها هي دي فهي دي. فده اللي انت في عيد الحب بتعملوا ايه يعني بتجيب لها حاجه؟ لا يعني هو انا اصلا كان عندي مشكله في موضوع بتعشيها ولا انت مالكش في عيد الحب؟ الحب عندك يومي؟ ما كانش ليا في موضوع عيد الحب يعني عمري ما كان ليا في عيد الحب. يمكن وقت الجامعه لما كنا معقول بس يعني احنا بعد ما ولا هي تجيب لك مثلا ورده ولا انت تخش عليها بكيلو لحمه ولا ما هي كانت مستنيه كيلو اللحمه يعني اول ما ارتبطنا قالت لي لقيت انا ما مش مركز اصلا النهارده ايه بتاع فبتقول لي على فكره النهارده فالنتاينز مستنيه حاجه. فقلت لها مستنيه بقى اهو طب ايه؟ قالت لي مش هنخرج مش هجيب لي حاجه لا يعني انا ما عملتش كده مش مستني ان انت يعني انا مش مستني حاجه كده. قالت لا لازم نخرج. فقلت لها كنزي لو هنخرج المره دي هتبقى اول واخر مره نخرج انا عمري ما خرجت في الفالنتاين. ما اعرفش هي حاجه غالبا ولادي شويه ان احنا نعترف بحاجه زي دي. ده هم عاملين عيد الحب للولاد والبنات طبعا. لا ده انا كنزي انا بحييك تشرفنا.